بحيرة لها تاريخ خاص عندنا وخاصة أنا، يعني تعرف أنا رجال عمري تقريبا 60 سنة، يعني عشت ويا هاي البحيرة وما تتقبل، لا موت، كنت أنا أتوقع أنه أنا موت قبلها بس مع الأسف هي ماتت قبل. قمنا بترك الفلاحة والزراعة بسبب قلة الأمطار ومواسم الجفاف وعدم الدعم الحكومي بتوفير موارد روائية كمشاريع وآبار توازية ومنظومات ري. وهذا مو بس أنا الوحيد، يعني كثير من الفلاحين تركوا. هسه حاليا محتارين، يعني انا محتار حاليا من معيشه العائله وظال، يعني لا وظيفه لا راتب لا كل شيء، وين امشي؟ وقاعد الدوله ما ساعدنا، قضيه الماي جفاف عندنا لحد الان، واحتمال السنه الجايه ما قاعد راح نزرع، لان احنا هسه السنه زرعنا 25%، السنه الجايه ما راح نزرع على هاي الشغله. كلش تعبنا بالعباس، لا نتحمل هاي، هات تشوفنا بالشمس والضيم حالنا، تعب كلش موتنا بالعباس. ذاك اليوم طحت هنا، طحت بالشارع، كهرباء ماكو دوم، هذه ابن ابو الامبيريه يوميه عطلان، لا يشغل ولا هاي. زين هاي لو اكو مكانات، يعني مثلا حزام اخضر لو اكو، اللي يشوف هذا الجفاف ماكو شيء يمنع المكان تراب. السنه عم اكو جفاف، ماكو امطار، المفروض تتعالج هذه من قبل الدوله. بدأ هذا الحزام الأخضر واستبشرنا خيراً بأنه مصاد للرياح ومصاد للأتربة، وقلنا يا الله. بعد ذلك بدأ الإهمال، هذا صرف عليه مليارات الدنانير، مليارات الدنانير صرفت على هذا الحزام. بعد ذلك انترك، تركت الحكومة.